صغار البطاريق يمشون في الطريق، يلهون في رشقات كأنهم فريق، بجد يعملون وهم متعاونون، يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون. صغار البطاريق يمشون في الطريق، يلهون في رشقات كأنهم فريق، بجد يعملون وهم متعاونون، يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون. سويا يلعبون، يجرون يمرحون، رغم الجليد والبرد نراهم ينشطون، يلبون النداء يسعون للبناء، البيئة النظيفة كانت لهم رجاء. عطريق رقيقة حركاتهم رشيقة، تعالوا معنا نراهم لنعرف الحقيقة. عطريق رقيقة حركاتهم رشيقة، تعالوا معنا نراهم لنعرف الحقيقة. جزيرة الفصول الأربعة، جزيرة صغيرة جميلة وهادئة. يسكن الجزيرة بطاريق رائعة استقروا فيها من مئات السنين، لأنهم وجدوا فيها المناخ المستقر والخيرات الوفيرة. إنهم يعيشون هناك حياة مترابطة مملوءة بالمحبة والسلام. ولكن على أطراف هذه الجزيرة الجميلة كان يتربص بهم بعض الأعداء، أعداء مخيفون، نفوسهم مملوءة بالشر الأسود، وكل غرضهم هو تدمير هذا الوطن الجميل. لكن البطاريق الصغيرة الرائعة باتحادهم وتعاونهم واستخدامهم للحكمة دائما كانوا ينتصرون عليهم في كل مرة. الفيضان الذي حدث أضر بجميع المنازل، لذا علينا أن نقوم بإصلاحها. صباح الخير يا عبقري. يا شجاع، أهلا بك. هل لديك حجارة؟ حجارة؟ لا، لا أظن ذلك، لأننا استخدمناها كلها، ألا تذكر؟ وما العمل الآن؟ يجب أن نتصرف. سهلة، سأرسل أي أحد إلى الكهف ليحضرها لنا، وسأرسم له خريطة حتى لا يضل الطريق إليه. اطمئن. ما يقلقني هذه الخريطة التي سنرسمها. لقد احترت تماما، كل الطرق متشابهة. أيهما؟ الخريطة. لحسن الحظ أنها معي. لا أفهم. أعتمد على حسي أفضل. يا حجارة، أين أنت؟ يا حجارة، أين أنت؟ إنه كهف، ولكن ترى هل هو الكهف المقصود؟ هل أحد هنا؟ هل أحد هنا؟
أنا سأذهب لأرى إن كان فيه حجارة أم لا. هناك شيء يلمع. أخيرا الحجارة. إنها كثيرة. إنها كثيرة، تكفي العبقري لإصلاح كل بيوت القرية. الجو جميل جدا ومشمس، أتمنى أن يأتي لي اليوم أحد البطريق ويقول لي هيا كلني. هل هذا هو طريق العودة للقرية؟ ها، كان يجب ألا ترسله وحده، لم يعد حتى الآن، لقد تاه. رسمت له خريطة، وضحت له الطريق فيها. ها؟ سامبا، هل سمعت ما سمعته؟ أيها الغبي، تعال. هيا بنا لنرى. هيا. العجلة. سامبا، انظر، بطريق كما توقعت، جاء إلي كي أكله. لقد ضمننا اليوم عشاء لذيذا. سامبا، اذهب واعتني به. ها هو. ألم أقل لك؟ اطمئن. رائع يا سامبا، إنه بطريق كبير وسمين وسيشبعني أنا وأنت. قرصان أرجوك اتركه، قلت لك. شجاع اهدأ، يجب أن نعود ونخبر جدي. لا، لن نتركه وحده، لن نتركه. أصمت، دموعك هذه لن تجعلني أتركك. ماس، أيكون هذا هو الماس الذي سمعت عنه من قبل؟ يا إلهي، أخيرا سأحقق جميع أحلامي، سأجعل العالم كله يعرفني ويشير علي باسمي كأغنى رجل في هذا العالم. لو أنت تريد مني هذه الحجارة، خذها كلها لك. حجارة، إن هذا الماس، الماس، ألا تعرفه؟ حقا، كيف لمثلك أن يعرفه؟ أخبرني أيها البطريق، أين مخبأه؟ تكلم وبكل صراحة. حاضر، ولكن بعد أن تعرف المخبأ سوف تتركني؟ بالتأكيد، بالتأكيد. هذا هو الكهف. متأكد من أن هذا هو المكان؟ حسنا، هيا بنا. حسنا، هل أنت متأكد فعلا أن الألماس هنا؟ نعم، صدقني. ولماذا حتى الآن لم أرى الألماس؟ أنت أيها البطريق تخدعني. أصمت، أنا لا أحتمل سماعه. ها؟
أنا غني. سامبا أنا غني. ما دمت وجدت ما تريد أغادر أنا. انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ هل تحتاج شيئاً آخر؟ نعم. أشكرك جداً، أنا لا أشعر بالجوع الآن. هذا الساندويتش ليس لك ولكن لأكلك، تعال. أنتهي من جمع الماس، ثم بعد هذا آتي وأكلك وأستمتع بطعمك. يا لها من الماسة كبيرة. أيها القرصان توقف. جدي. لا تخف، جدي سينقذك. قرصان، ألم تستنتج أن الذي يحمل أسقف هذا الكهف هي أعمدة الماس التي تريد أن تهدمها؟ أيها العجوز اصمت، فهذا الماس كله لي أنا، ولن يخدعني ما تقول. صدقني سيهدم إذا فعلت. أشكرك ولا أريد نصائحك. جدي استخدم قواك السحرية. إنما فعله قرصان جعل الكهف متصدعاً، ولو استخدمت القوة السحرية سينهار علينا جميعاً. يجب أن ننقذ شادي ونغادر سريعاً. أنتم الذين أتيتم باختياركم فتحملوا. يا ربي. هيا هيا، هل هذا وقته؟ قرصان كنت تحتمي ببندقيتك والآن يا كيف تجرؤ وتفعل هذا؟ هيا انهض انهض بسرعة. كنت سآكل بطريقا واحدا فقط، لكن الآن سوف آكل اثنين. أيها القرصان انظر ماذا بيدي. لا، الماساتي. أرجوك أرجوك أن لا تمسها بسوء، وإلا سيكون عقابي شديدا. وأنت أيضا يا قرصان لا تحاول إيذاءنا، وإلا تركتها تقع. انتظر، لقد كنت أمزح. أترك الماس وسوف أترككم جميعا، وليس سأترككم فقط بل سأترك لكم الجزيرة كلها. بعد أن أخذ الماس. قرصان بما أنك مخادع هذه الماسات. الماساتي الماساتي. يا أولاد يجب أن نرحل. هيا بنا. تعرف لماذا كان يريد كل هذا الماس؟ أنا لا. لقد هربت من إخوتها. الماسة. آخر شيء سأضيفه، الريشة سوداء وقصيرة. لقد نجحت. نعم أنا نجحت. خذ يا سامبا، اذهب بها وضعها في المكان الذي حددته لك، واحذر أن يراك أحدهم. سوف نرى ما تأثير تركيباتي. ها 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 ها.
بذرة، ترى ما نووها؟ إنها بازلاء، سوف أقوم بزراعتها. عندما أستيقظ في الصباح، سوف أقوم بزراعة حبة البازلاء. ما هذا؟ الغرفة أظلمت. يا إلهي، ما هذا؟ جدي، جدي. أنني أرى حلماً غريباً. نعم، جميلة جداً. أوه، هذه الشجرة تذكرني بقصة سمعتها وأنا صغير، وكانت عن ولد. كان هذا الولد ينتمي لأسرة فقيرة، وكانت أمه دائماً مريضة، وفي يوم ما وجد حبة بازلاء فزرعها. تو نمت هذه الحبة حتى وصلت إلى السحاب. الولد تسلق الشجرة، وعندما وصل إلى السحابة الضخمة وجد هناك سيد السحاب ومعه دجاجة تبيض بيضا ذهبيا. كان هذا الرجل شريرا ويؤذي كل من يقترب من دجاجته. كان يعامل دجاجته بكل قسوة ويستولي على بيضها لنفسه. الولد واجه هذا الشرير وهزمه، وأخذ الدجاجة والبيض، وعاش بقية حياته هو وأمه في سعادة تامة. ما الذي أراه؟ سنصعد إلى السحاب يا جدو لنهزم هذا الشرير صاحب الدجاجة، لا تقلق. ثم نأتي بها. اسمحوا لي أن أشارككم يا رفاق، انتظروني. وأنا أيضا، انتظروني، أنا قادمة. وأنا عبقري زيكو، أنا قادمة، انتظروني. شكلها غير طبيعي، يجب أن أفحص هذه البذرة جيداً. يا شجرتي، كم أنت جميلة ورائعة! هل هي قوية هذه الشجرة؟ سوف أعرف ذلك حالاً. أنقذتني الورقة. حمدا لله على سلامتك. زهرة صفراء. احترسوا يا رفاق. كما توقعت، إن حبة البازلاء هذه قد تم حقنها بتركيبة مسحورة، لهذا نموها غير طبيعي. هذا معناه أنهم في خطر. سنفكر كيف ننقذهم، هيا بنا بسرعة. إنها رائعة. كان من الأفضل لنا أن نحتفظ ببعض البيضات الذهبية. انظروا إلى هذه الصورة، كم هي جميلة حقا، كما أنه يبدو كفارس وسيم. انظروا، هناك شيء غريب، فلنأخذ حذرنا. ماذا حدث هنا؟ من يدفعني هكذا؟ ماذا؟ عيناي، القرصان.
مرحبا بكم هنا في قلعتي أنا. قلعتك؟ أين نحن الآن؟ كلفة؟ وقعتم في يدي. اجروا بسرعة. هيا سامبا، هيا أمسك بهم. اجروا بسرعة. سأفعل شيئا. أيها الغبي، هربوا منك، تعالوا هنا. هيا تعالوا إلي فأنا أحبكم. أمسكوا بنا. لا تخافوا يا رفاق، أنا آتٍ. أسرع. قرصان يا قرصان، هربنا منك. أشكرك يا شجاع، أنقذتني. هل نخرج من هنا بسرعة؟ هيا. أبدا لن تخرجوا بأقصى قوة. هيا. سيلتهمون. يبدو أنني سأتعشى عشاء لذيذا ودسما. إذا أمسك بي إن استطعت. صياد. ما هذا؟ انظروا، إنها شجراتي. شجراتي، كم أنت حقا جميلة ورائعة. ما الذي يحدث؟ النجدة! لا! كفى! 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 لا! لا! النجدة! كفى! 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 النجدة! النجدة! كفى! كفى! لا! لا! النجدة! ما هذا؟ النجدة! النجدة! جدي، التركيبة التي أعددتها بدأت تؤتي ثمارها الآن. جدي، جدي، هل الجميع سيرجعون؟ أنا فعلاً أتمنى هذا يا بنيتي، وألا يحدث لهم مكروه أبداً. هذه هي جزيرتنا، لقد وصلنا أخيراً. أيتها الشجرة نورة جنزبيلة، كنت قلقة عليكم. حمد لله على سلامتكم. والآن هيا أخبرونا، ماذا فعلتم؟ هل انتصرتم؟ نعم بالطبع، هزمناه وكانت هزيمة ساحقة. هل لديكم شك؟ نحن محاربون شجعان رغم قوته الجبارة. وحصلتم على البيض الذهبي. البيض. إن رجوعكم إلي أهم من أي شيء، حمداً لله يا أولاد. لكن يا جد، الحقيقة أن شجرة البازلاء هي التي أنقذتنا. لقد كانت عطوفة معنا جداً. تحيا البازلاء. صغار البطاريق يمشون في الطريق، يلهون في رشاقات كأنهم فريق. بجد يعملون وهم متعاونون، يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون. صغار البطاريق يمشون في الطريق، يلهون في رشاقات كأنهم فريق. بجد يعملون وهم متعاونون، يسود الحب بينهم وهم لا يتعبون. سويا يلعبون، يجرون يمرحون، رغم الجليد والبرد نراهم ينشطون. يلبون النداء، يسعون
طريق رقيقة حركاتهم رشيقة. تعالوا معي